مدينة آتيا حاضرة ولاية البطحة استقبلت هذا الاثنين بكل حفاوة وشرف رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وتعتبر آتيا أول محطة يزورها فخامته داخل البلاد بعد صدور الدستور الذي أنشأ الجمهورية الرابعة. في مطار آتيا كان في مقدمة مستقبل رئيس الجمهورية والي ولاية البطحة علي آدم عبد الله، إلى جانب القائد النائب للمنطقة العسكرية الجنرال إبراهيم عريق وعمدة مدينة آتيا آدم محمد، بعد أن كرم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بتقديم حمامتين إشارة للسلام المعاش في أرض النهضة آتيا، صافح كل مستقبليه الذين اصطفوا بأرض المطار، وهم محافظو المحافظات، القادة التقليديون، بعض كوادر الولاية، وقادة ومناضلو الحركة الوطنية للإنقاذ. هذا ومن المتوقع أن يعقد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في مدينة آتيا لقاءات مع السلطات الإدارية بالولاية وكذا القادة التقليديين، وسيركز فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على مواضيع هامة هي التعايش السلمي، هجرة الشباب غير الشرعية، حماية البيئة، وأهمية العودة إلى فلاحة الأرض أي العمل الزراعي، إذ تشكل الزراعة في الوقت الحاضر أهم مورد لاقتصاد بلادنا.